هناك تدمير اخر جدير بالالتفات وهذا التدمير هو التدمير الذي يجري في داخل النفس تدرون ان الانسان يدمر نفسه بنفسه ذاك التدمير في الخارج هذا التدمير في الداخل. الانسان له اعداء كثيرون. زوجته قد تكون عدوا له. اولاده قد يكونون اعداء له. الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه الشيطان عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الكفار أعداء الله تعالى يقول عنهم عدوا مبينا الطغاة أعداء ولكن جميع هؤلاء الأعداء لا يستطيعون أن يدمروا الإنسان إلا كفرد يعني إلا بمعونة هذا العدو الأخطر إحنا شقد نعاني من الحياة إحنا كل واحد منا كم نعاني من الحياة شقد مشكلات ولدتها لنا الحياه مشكلات كثيره واحد يعاني من جاره من صديقه من زوجته من زوجها تعاني من اولاده من المجتمع من المرض ولكن الذي يفتح طريق أمام تأثير جميع هؤلاء الأعداء هو العدو الأكبر وهو النفس فأعدى الأعداء للإنسان نفسه النبي صلى الله عليه وآله يقول كما في الحديث الشريف أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك كل هذه المعاناه التي نعانيها من انفسنا. الزوجه ما تتمكن تؤثر في نفسك لولا انضمام هذا العدو والا محال واحد يتاثر من الناحيه النفسيه، النفس القلب منطقه مقفله ما يتمكن عامل خارجي ياثر فيك. القلب حرم الله القلب منطقه مقفله ما يمكن لعدو خارجي ان يؤثر في هذه المنطقه الا اذا اكو عدو داخلي يعين هذا العدو الخارجي